فرنسنا التونسي نطالبك باحترام مبادئ حقوق الإنسان في التعامل مع جرحى الثورة وعائلات الشهداء، وذلك أولا بالامتناع عن التجريم واتهام أحرار الثورة، والحال أن المجرمين الحقيقيين لم يحاسبوا ووجهت الأبحاث والاتهامات للضحايا. اثنين، ضمان حق المحاسبة في كل الظروف ومساندة جرحى وعائلات الشهداء، وذلك بتفعيل آليات تمكن من الحصول على الأرشيف والمساءلة حتى إداريا وحتى وإن لم يظهر القضاء إرادة في الوصول إلى الحقائق. ضمان المحاسبة في مشروع العدالة الانتقالية، ولا سبيل للمصالحة بمجرد المساءلة والاعتراف والاعتذار. التصدي لجميع مظاهر التهميش والإهانة التي يتعرض لها الجرحى وعائلات الشهداء من قبل أجهزة الدولة التي حرروها في الصحة والولايات والإدارات. إنهاء معاناة الجرحى وعائلات الشهداء فوراً بالبت سريعاً في غضون أسبوع في صفتهم كجرحى وشهداء، وكفى من الإطالة المهينة والغير منطقية. إن اندس في القائمات أشخاص خاطئون فإذا مسؤولية الدولة، على خاطر الجرحى وعائلات الشهداء لا يشتغلون في الدولة وليس لهم القرار في قبول أو رفض التعويضات، فكيف تدس الإدارة دخلاء ثم تعيب ذلك على الجرحى وعلى عائلة الشهداء وتحريمهم من صفتهم سنة وربع؟ اعتماد قائمة التعويض الجاهزة والبدء في التدليس لاحقا إن وجد، ثم قائمات حاضرة 3 ملايين الأولى والثانية اللي تصبت، وبالنسبة لعائلة الشهداء 20 مليون الأولى والثانية تصبت بماهية قائمات مشات من الداخلية للمالية، موجودين القائمات يبدوا في ذلك لاحقا، عندهم الوقت، لكن توا فما ديزيرجونس. إجبار المؤسسات الصحية على مداوية الجرحى مع حفظ كرامتهم مجانا، حتى اللي تحصل على الكارنيه الأبيض ما زال عنده صعوبات بصفة أولوية مع تمكينهم من الدواء مجانا، وإحنا عندنا سامحني وصفات نتاع دواء مليون ومليون و400، ساعات يدويك بلاش ويضربك بونية بمليون مليون وزوز ملايين يقول لك برا دبر. إجبار المؤسسات الصحية على مداوية الجرحى مع حفظ كرامتهم مجانا بصفة أولوية مع تمكينهم من الدواء مجانا، وتوفير العلاج اللازم وإن كان باهظ الثمن أو يتطلب المداوات بالخارج أو بمصحة. البت في الحالات المستعجلة اليوم، البت في بقية التعويضات وتفسيرها في غضون أسبوع. كنت فكروا التعويضات الثانية التو لما التو ما فهمنا شنية هي. التصدي لكل مظاهر العيش المهين لمن حرروا تونس، وعدم السماح بأن يجوعوا أو يشردوا أو تتعكر صحتهم، والحال أن التعويضات المصروفة جد ضئيلة للتداوي والتنقل للمحاكم ومصاريف الدعاوى والعيش بدون مدخول بسبب الإعاقة. والجدير بالذكر هنا أن العديد من الجرحى ينوي العمل من جديد والتعويل على النفس، لكن الإدارة تعاملت مع مطالبهم بمنطقة تسول. التعامل في التعويضات بمنطق التعويض وليس المنة. الالتزام حالا ونهائيا بالاستغناء عن خدمات لجنة تقاسي الحقائق، ما صلحت لشيء، والهيئة العليا لحقوق الإنسان اللتين فشلتا في أداء المهام وهمشة جرحى وعائلات الشهداء. عام وربع باش يعملوا لنا هالقائمة، شكون هم القناصة؟ أون سي با. ضمان الأولوية لجرحى وعائلات الشهداء في كل ميادين وحقهم في العيش بكرامة. الاستغناء عن جميع مراسيم وقرارات الحكومة السابقة. سيدي الوزير، نحن ندعوك إلى الالتزام بالنقاط المذكورة أعليه. إن غفلت عنها وهي من أبسط حقوق الجريح والشهيد، وإن لم تتدارك الخطأ فإننا نعتبر أنك تنتهج مسار الحكومة السابقة، حكومة بيجي قايد السبسي، التي تغافلت وهمشت وأصدرت مراسيم غير صالحة ومعطلة، وإننا إذن سنتمسك بمطلب تنحيتك عن هذه الوزارة التي لا تمثل إلى اليوم مصالح جرحى وشهداء الثورة. واضح واضح واضح.